السلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانين. مهم، اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي ساهل واقتصادي بزاف. عندي هنايا واحد جوج ديال التفاحات حتى لثلاثة، ها هما هنا. مهم نتوما على حسب القياس ديالكم شوفوا واش عندكم المول كبير ولا صغير. انا درت هنايا جوج اونص ديال التفاحات، عندي هنايا نص دافة ديال الطحين، عندي كاس ديال السكر، ها هو، عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال الحليب، عندي ثلاثة ديال الفلون هانتوما كيما شفتو، عندي واحد الخمارة ها هي 8 غرام، عندي هنايا واحد الفاني، هادي راها فاني البنات، راه ديال برا ماشي ديال هنا، هادي راها فاني حتى هي 8 غرام، وواحد الطريقة ديال الملحة. وهانتوما معايا، هانتوما كيما شفتو، غادي ندير هنايا. انا جبت هاد الخلاط هذا اللي غادي نطحن به كلشي. انا عندي دابا هنايا كاس ديال الحليب، وغادي ندير كاس ديال السكر، وغادي ندير كاس ديال الزيت هانتوما كما كتشوفوا، وغادي ندير هاد التفاح هذا ديالي هنايا كامل، هانتوما كما شفتوا. وشنو اخر؟ غادي ندير الفاني، هانتوما. وهاد النواشف هادو، هاد بحال هاد الخماره وهاد الطحين وهاد الفاني هذا، حتى غادي نطحن هذا مزيان، عاد نبقى ندف شويه بشويه. ودابا هنايا غادي ندير واحد الطريقه ديال الملحه هانتوما كما كتشوفوا، ها شويه، وانا غادي نطحن كلشي وارجع لكم. هانتوما كيما شفتوا، انا طحنت دابا هاد الشيء كامل، هذاك السوائل كامله طحنتها مع بعضياتها. دابا غادي ندوز، غادي ندير الدقيق هانتوما كيما كتشوفوا، ندير دابا الدقيق ديالي ها هو واحده، وغادي ندير خماره ها هي خماره واحده، وغادي ندير هاد ثلاثة ديال الفلو، وغادي نزيد نطحن مزيان حتى ما يبقاوش عندنا دوك الحبيبات ديال السكر وديال التفاح هانتوما الاولى. اسيري جربوا هاد الكيك، تيجي غزال، تيجي فن، في المذاق ديال الفلون كيجي واعر بزاف، زوين يعجبكم، خصوصا ديال الدراري الصغار هكا في الصباح في الكوتي يدوه معاهم للمدرسه، شي حاجه زوينه. انا دابا غادي نضيف هاد ثلاثه كاملين ديال الاخرى، وغادي نزيد نطحن كل شيء حتى ما يبقاوش عندي دوك الحبيبات، وغادي نرجع لكم. هانتوما شوفوا الخليط ديالي كيفاش الصبح. انا غادي نجيب دابا المول اللي سبق ليا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نوري لكم. ها هو المول ديالي، انا درت هاد المول هذا ديال الدجاج، وانتوما على حسب الاختيار ديالكم شوفوا انتوما المول اللي عندكم. المهم انا درت هاد المول هذا، دابا غادي نخوي كلشي هنايا كما كيما شفتوا، كيجي زوين هاد الكيك، هذا كيجي رائع. باش نجيب واحد اللعيبه ندير بها نحيد هاد اللي باقي ليا هنايا، هاهي كما شفتوا. اليوم انا غادي نجرب هذاك الفران اللي خديت، ما جربتوش، مع باقي ما جاش عندي مول الالومنيوم باش يلصقوا ليا، ولكن ماشي مشكل، غادي نجربه اليوم وغادي نقول لكم كي داير. كما شفتوا انا ساليت، دابا غادي نقادو الكيكه ديالنا هكا، نخليوهاش بلاصه وحده تاخذ
بلاصه ديالها، ما تجيش شي طالع شي هابط. هنا غادي نزينها وغادي نرجع لكم وغادي نوريكم باش غادي نزينها. ها نتوما كما شفتوا انا جبت هنايا ثلاثه ديال التفاحات، وغادي نقيهم وغادي نقطعهم وغادي نقول لكم كيفاش غادي نديهم. دابا انا غادي نقطعهم كاملين وغادي نقيهم وارجع لكم. ها نتوما كما شفتوا ها هي الكيكه ديالي كيفاش جات. ها نتوما دابا انا غادي ندخلها للفران وغادي نقول لكم شحال غادي ندير ليها هذا الوقت وشحال ديال الحراره غادي نعطيها. المهم ها هي الكيكه ديالي، انا غادي نزيد نزوقها شويه بواحد الشكلاط ورجع لكم. ها نتوما دابا انا غادي ندوز نزوقها بهذا الشكلاط هذا ديال الكوكيز، هاد لي بيبينيت، وانتوما معايا. انتوما كما كتشوفوا انا شعلت على الفران غير من التحت ودرتو على 30 دقيقه. انتوما كما كتشوفوا درتو على 30 دقيقه ودرتو على 180 درجه. انا يا غادي ندخل الكيكه ديالي طيب، وهانتوما معايا. هانتوما كما كتشوفوا راني دخلتها وهي تبان لكم. دابا انا شعلت البوله ديال الفران، عاد قلت لكم هذا الفران زوين بهذا البوله هذه. هانتوما كما شفتوا ولا ما تحتاجي تحلو عليها ولا شي حاجه، غير شغلي البوله وطلي، ما تتهبط لا كيكه لا حتى شي حاجه. راني دخلتها دابا نعطيها 30 دقيقه ديالها وعرجع نشوفها. وهانتوما معايا هانتوما البنات، بعد ما دفات رديت الكيكه ديالي كطيب، عرفتي الروين عندي هنا في الكوزينه، غادي نجمع هاد الروينه. عرفتي ما كديري شي كيكه ولا كديرو شي حاجه كتخلي لكم الروينه، وغتزاد عليا انايا نزادو عليا الماء ديال الغدا ما غسلتهمش حتى هما. ايوا الصراحه هاد الماكينه هادي خربها غير جواد، عرفتي والله الا كتنفع. عرفتي ملي تيكون عيان تيكون مدبدب، عرفتي ملي قادر يدير شي حاجه واخا بعد بعدا يوجد ديك الحاجه اللي مهمه والماعن بعدا يديرهم يتغسلو. انا البنات نهضر مع الناس اللي قادرين يشريوها، مع الناس اللي ميسرين و شي الا كلشي كان دوين ما كنعممش. نقول لي الناس اللي قادرين يشريوها صراحه شي حاجه مهمه والله كتنفع. عرفتي انا ملي شريتها قبل رمضان عرفتي نفعاتني، عرفتي بحال لي دايره مرة تانية كتعاونني في الدار. عرفتي هداك الشي لي مخصو يدخلو، والله إلا روينة كتخلي لك هاد بغيتي نوي تديري شي حاجة هاد الكيكة كتخلي لك الروينة. الكيكه ديالي راه جايه بصراحه، راه جايه طالعه بزاف. الله الا كان عياو قبيله خرجت مشيت تقديت هذه كما كتشوفوا، هذه زوينه ديال السيليكون هيا ورخيصه ما غاليهش كما كتشوفوا، هذه ديال السيليكون هذه خديتها غير 25 درهم. عرفتي زوينه في الصراحه، قال لك احسن ماركه عنده هي هذه وخديتها. انا شاركت معكم كما خديت اليوم، خلي هادشي هنايا لما ساليت وهانتوما معايا. هانتوما البنات كيما شفتو ها هي كيفاش جات، راها جات زوينه وجات غزاله تبارك الله، جات طالعه. انا زوقتها هنايا باللوز ايفيلي، هانتوما كيما كتشوفو جات زوينه
انا غادي نقطع لكم واحد المورطو ورد عليكم ونقول لكم كيفاش جات، وغادي نوريكم كاع الشكل ديالها وانتوما معايا. هانتوما كيفاش جات، انا قطعت لكم طريف، هادشي جات غزاله بنينه، هانتوما كيما كتشوفوا راه ما كتخسر ما حتى شي حاجه، وباقا خاصها تزيد تبرد، الا بردت كتولي احسن. المهم الى عجبكم هاد الفيديو هذا ما تنساوش ديروا لي لايك، وما تنساوش ديروا لي ابوني، وهانتوما معايا. يلا باي باي عليكم، والمره الثانيه ان شاء الله غادي نوجد لكم شي حاجه احسن. يلا مهم، يلا بالسلامه عليكم. هانتوما كش كيما شفتوا البنات، هانتوما كيفاش جات، جات غزاله رائعه وراقيه جدا. عرفتي شي حاجه ما نعاودش لكم، المذاق غزال، انايا ذقت منها، عرفتي شي حاجه زوينه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، عرفتي الرطبه، هانتوما شوفوا الطبقه ديال، بلاتي نوريكم، شوفوا الطبقه ديال الفلو، هانتوما كيما كتشوفوا عرفتي الرطبه، هانتوما كيما كتشوفوا عرفتي غزاله تبارك الله، جات زوينه، جات شي حاجه رائعه. هانتوما شوفوا كي كتقطع بسهوله، هانتوما كيما شفتوا، هانتوما عرفتي غير ديروها ما تندموش عليها، راه جات زوينه بزاف، وجات واعره واعره تبارك الله غزاله. ايوا المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، وما تنساوش ديروا لي ابوني، وتهلاو في راسكم وبالصحه والراحه، وحقكم في الجنه. بالسلامه عليكم، يلا باي باي.